تفعيلا لدورها لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقليم الأسفي، تنظم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش الأسفي بالتنسيق مع الصندوق الوطني للدمار الاجتماعي بمراكش قافلة تحسيسية حول موضوع الإعفاء لحكومة التأخر في الدفع والغرامات وتكاليف استبدال الدولي. ويأتي تنظيم هذه القافلة في إطار مستجدات قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للدمار الاجتماعي وكذا قرار السيد وزير الاقتصاد بخصوص دخول حيز تنفيذي للإعفاء المؤقت من رسوم التأخر في الدفع والغرامات وتكاليف استبدال الدولي. كما كتعرفوا واخا الدمار الاجتماعي دون صلاح الإعلان على الإعفاء ديال الكريونس ديال السنسات، هذا هو الأوبجيكتيف اللي نتمنى عليه اليوم واللي غنبينوا فيه كيفاش هاد الناس غنستافدوا من هاد الإجراء هذا وشنو الخطوات اللي خصو يتابع باش يستافد من هاد الشيء. كنشكركم بعدا على التواجد ديالكم معنا والحضور ديالكم، وكنشكر الغرفة ديال التجارة والسي طارق اللي أسوري أنه هذا الفيديو هذا، وباش غنبداو غنبداو بواحد البريزونطاسيون اللي كتبين فيها أولا زعما لي غوميز اللي دازو قبل وعاد لا بروسيدور أسوغ أو نيفو ديال بورتاي دارماركو باش دوزو لا غوميز ديالكم. إلا كان أنا من الزافيليي فوزون أوبجي ديال البروسيدور ديال ليزونتربريز ان ديفيكولتي، يعني الناس اللي في التسوية القضائية، دونك هاد الحالة غتكون توجه القاعدة ديال الضمان الاجتماعي. ولا إلا كان أن بروبليم زعما أن ليتيج مع ما سان اس اس، ولا إلا كان لافيليي سيرفيي سيتادير ولا ليزافيليي اللي داروا لي ديكلاراسيون فروديليوز دونك معليش دوز ليهم لا دوموند ديالهم في الضمان كور، ولا ليزافيليي اللي مدير ليهم سيزي. أغلب الإخوة اللي حاضرين هنا راهم إخوان غير أجراء ومستقلين، ما عندهمش علاقة بهذا الموضوع دابا اللي حنا كنناقشوا. فلهذا أنا كنشوف أنا كنعرف الإخوان 80-90% إذا الحضور ديال الإخوان اللي ما معنيينش في الموضوع أكثر من الحضور ديال المعنيين. إذا اليوم حنا توصلنا بالدعوة، توصلنا بالدعوة ديال الإعفاء، ملي كنتكلموا على الإعفاء راه كيعني المستقلين وغير الأجراء وكذلك المقاولات والشركات. كنعرف الإخوان تقريبا كاملين اللي هنايا أغلبهم تجار خدماتيين مهنيين، يعني ما عندهمش علاقة بالشركات. أؤكد لي أنه هو اليوم دار على أساس أنه هو يكون لقاء مع الشركات. خطأ ما عرفناش فين كاين، ولكن ما دام أن هذه المجموعة كاينة وهاد الناس كاينين طلبوا من عند السي طارق أنه يكون يعني حنا من هذاك يعني هذاك العرض اللي لقاو الأخوات المشكورات ما احنا ما عندناش اشكال، احنا ناخذوا الجواب من السيد المدير الاقليمي لمدينه اسفي للدمار الاجتماعي يشرح للاخوان اشنو اللي كاين. هو الاعفاءات وهادشي هذا راه امر اللي هو صراحه نستحسنوا الجميع، نستحسنوا الاخوان كاملين والتجار والمهنيين والخدماتيين لانه في الصالح ديالهم. وشحال من واحد كان متعطل انه يسد الديون ديالو، ولكن اليوم فجت هذه المساله هذه، يعني استحسنوا هذا الخبر هذا وأكدوا على أنهم خاصهم أنهم يعرفوا شنو هما يعني النصوص التنظيمية وشنو هما الأمور اللي ممكن كتسير هذا الأمر هذا. مثلا ملي كنبغيو نديرو أون رونكونتر كنرومونتيو لي دات لي رونكونتر أنت غيدارو في غيدارو، وكاين رومونتيو تاني الفئات اللي معنية بهذيك لا رونكونتر بهذاك اللقاء. حنا اليوم نظمنا اللقاء على أساس أنه يكون ديال الشركات، حتى حنا أون نيفو ديال الضمان الاجتماعي حنا وجهنا هذيك الدعوه اللي وجه لنا السي مصطفى، وجهناها لي كونطار والناس اللي الشركات اللي هما كونسيرني بهذا الشيء. ما عرفناش الهرط كما قال السي زيان فين كاين، ولكن حنا هاد اللقاء هذا نورمالمون خصو يدوز على حساب انه كاين الشركات هما اللي خصهم يكونوا حاضرين. الله يجازيكم بخير الاخوان. حنا اذا بغيتو نديرو واحد زعما نشرحوا مثلا لا غوميز ديال الناس ديال غير الاجراء ما كاينش مشكل، راه الاخوان غيقدروا يشرحوا لنا زعما اون جينيرال اشنو واقع في هذا. كنتسائل واش مثلا هاد الناس هاد لي تي الناس اللي كنقولوا او لا هاد الناس اللي مثلا تكون تاجر وتيكون عنده مثلا محل ومخدم مع شي واحد ولا هذا، واش تاهو راه كيتسمى افيلي، تاهو راه كيتسمى انه خصني نخالط في الضمان الاجتماعي، تاهو راه شركه افير بيرسونيل، واحد عنده قهوه راه حتى هو مخالط في الضمان الاجتماعي مثلا وعنده الامكانيه باش يدير لا روميز. الا كان الضمان الاجتماعي كتسمى شي كريونس. حنا في اليوم هنا باش نتبع الفرصه ما دام تو لقاء مع الناس ديال صندوق الدوله الضمان الاجتماعي نوصل المعلومه ودي فائده.
كما هو معروف قطاع النقل عرف مجموعة ديال الانتكاسات بدات بتحرير القطاع وما داروش ضوابط قانونية ليحميو ويحميو المنافسة الشريفة كما كان كيصار عليها المكتب الوطني للنقل. الانتكاسة الثانية كورونا. الانتكاسة الثالثة هي الغلاء اللي كاين في المحروقات. أنا قال مثلا تصاعير ماشي قلب العمل ونمشي نبوزي واحد شكاية ولا اوبوزيسيون مع بالباترون ديالي أن ديكاجي على كيس سوسيال أو ما عطيش الحق ديالي. أنا يا الله لقى شغل ديالي يا الله يا ربي لقيت فرصة العمل. هذه نقطة. سيتادير هاد الأجير ملي كيتضاد بالعمل ديالو أصبح عاطل على العمل ماشي غير الأجير. السلام عليكم، معكم زيان محمد رئيس قسم التجارة الداخلية والتنمية التجاري والغرفة الجوية لجهة مراكش اسفي للتجارة والصناعة والخدمات. اليوم كما كتعرفوا كان واحد اللقاء اللي هو تواصلي تحسيسي من اجل يعني اننا نبينوا يعني للتجار والمهنيين والشركات الاعفاءات من الغرامات ومن غرامات التحصيل اللي كانت بتنسيق ما بين غرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات ومديرية ديال الضمان الاجتماعي ومديرية الجهوية. اللي يمكنكم تعرفوا أن العديد من التجار والمهنيين والشركات أنهم استحسنوا هذا الأمر هذا لأن كانت كورونا وكانت بزاف ديال الأمور اللي يعني أثقلت الكاهل ديالهم يعني بالمشاكل اللي هي كثيرة، وبالتالي استحسنوا هذا الأمر هذا يعني من جهة هذه الإعفاءات هذه. يعني صراحة هذا أمر اللي هو مهم، نتمنى من العلي القادر أن واحد الأمر اللي هو صراحة كيشغل هاد الشركات وهاد التجار وهاد المهنيين هو أن يعني أن نكون فرق ما بين الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب. اليوم كما كتشوفوا حتى داخل العرض اللي تلوه الإخوان ديال الضمان الاجتماعي أنه هو الاقتطاعات كيكونوا عن طريق يعني القبضة عن طريق يعني الإدارة ديال الضرائب، وبالتالي كيتسناو حتى تجي يعني حتى تجي التاكيد من 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 اداره الضرائب عاد ان الضمان الاجتماعي انه هو يعني 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 يقوم بالامر ديالو، وبالتالي كيكون هنا واحد يعني تقريبا واحد البيروقراطيه اداريه هذه ما استحسنوهاش يعني غالبيه لا ديال الشركات ولا ديال التجار. نتمناو من علي القادر ان في اطار يعني تنزيل ديال المراسيم ديال يعني مشاريع قوانين جديده ان شاء الله في السنوات القادمه انه يكون هذا الامر هذا يكون الضمان الاجتماعي يستخلص يعني الرسوم ديالو بوحده والاداره ديال الضرائب هي تستخلص المسائل ديالها بوحده ويكون واحد الفرق، لان اغلبيه ديال المشاكل اللي كاينه حاليا وحاصله هي هذا المشكل هذا ان الناس كتخلص في اداره الضرائب وكتخلص وكتاخذ الامور ديالها بانها ريجل ومن كتمشي للضمان الاجتماعي ان باش تستافد من لامو وتستافد من المسائل التطبيبيه ديالها، بانما كتلقى بان الضمان الاجتماعي كيقولوا بان باقي ما توصلناش بانك انت